في الحاجة أمينة كانت بتقول إنها يعني بتقرأ وتختم القرآن أكتر من مرة، وقفت عند الجزء ال17 نسيت كام آية ودخلت في الجزء ال18، هترجع هل نرجع تجيبهم، نجيبهم ولا ترجع أكمل؟ تجيبهم، لا ترجع تجيبهم طبيعي، وده مش من قبيل. هي ممكن الحاجة او الاخت الكريمة بتسأل ان هي سمعت او شافت ان ده تنكيس، هي بتسمع كده ان ما ينفعش الواحد يقرأ القرآن بالمشقلب، لا ينفع لو ما بيقرأش السورة الواحدة بالآية، آيات السورة الواحدة بالمشقلب. بمعنى انا قرأت مشقلب اللي هو من يعني من الاخر من الاخر للاول، للاول يعني، قل هو الله هو احد الاصل. الله الصمد لم يلد ولم يولد. الغلط ايه؟ أنا أقرأ هكذا، وهذا محرم، إن أنا بقول على سبيل التعليم. لم يلد ولم يولد، الله الصمد، قل هو الله أحد، هو ده التنكيس. إنما قرأت سورة الصمد من القرآن أو في الصلاة، وبعد ذلك قرأت سورة الكافرون، الترتيب المصحفي الكافرون الأول وسورة الصمد في الصفحة اللي بعديها. سورة الصمد هنا من أسماء سورة الإخلاص؟ سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. الترتيب المصحفي يقول ذلك، أن الكافرون وبعد ذلك سورة الإخلاص. طيب لو قرأت سورة الإخلاص الأول وبعد ذلك سورة الكافرون لا شيء. طيب قرأت بعض آية من سورة الإخلاص وبعض آية من سورة الكافرون لا شيء، ما فيش مشكلة، مفيش مشكلة. وده دايما المخرج من الأئمة لو بيختم القرآن الكريم في التراويح ونسي آية في يوم، فبيجي تاني يوم يسمي عادي، يرجع يجيبها عادي، ويرجع يجيب الآية دي ده، ويسكت سكتة هنيئة، ثم يكمل في الورد الخاص به في هذه الليلة. يعني الأمر فيه متسع متسع، ما فيش أي إشكال فيه، وربنا يتقبل منها يا رب. طيب.